السلام عليكم آه المشاركه ديالي في هذا المهرجان ديال الموضه القفطان والملحفه حقيقه انا سعيد جدا بتواجدي في هذا المهرجان وفي مدينه الداخلة جوهره الصحراء المغربيه آه المشاركه ديالي كانت باغاني وطنيه خالده من الاغاني اللي تشجلات في واحد الوقت وعندي فيها ذكريات جميلة جدا وهي أغنية عيشية بلادي وأغنية الحكم الذاتي من اللي كان جيول الصحراء ولا كان في شي مهرجان في الصحراء كيكون عندنا واحد الفرح كبير جدا أتأسف كثيرا للجو الفني عندنا اللي اصبح فيه واحد الخليط من الصالح والطالح لانه كاينين اصوات جميله جدا اصوات معبره لها احساس مرهف وهي معروفه عند الرواد المغاربه لاننا كنفتخروا بالشباب ديالنا حنا بغينا الشباب ديالنا يكون احسن منا واكثر باش يعطي للبلاد شي حاجه ولكن مخلطين معهم ناس اللي لا اساس لهم من آه الموسيقى وما عندهم حتى لا ذوق ولا احساس ولا حتى حاجه الا انهم كي يعتمدوا على ايقاعات من آه كي ياخذوها من دول اخرى مثل الخليج مثل اللبناني مثل المصري مثل آه المكسيكي مثل يعني كيدخلوا شي حوايج اللي ما هي ديالنا حنا كيدخلوها الموسيقى وهذا ماشي لانهم ما يكون الانسان فاقد الشيء فاقد الشيء لا يعطيه الموجه اللي تنعيشها هذا ديال الشباب اللي اصبحوا فنانين يعني والكثير منهم له اسماء يعني لانه انه الشباب اليوم آه كيجي من الشارع كيدخل لاستوديو تيقول لك انا وليت فديت كيقدر مثلا هو كيعرف كي هذاك الشيء ديال آه الفيسبوك وديال سميت هذا وكيستعمله للصالح ديالو تيقول لك انا فنان اذا آه ماشي معناها انني نجي من الشارع ونجي للموسيقى مباشره ونقول انا عملت ودرت وراني خدمت الفيسبوك شاهدوني آه مية مليون ديال ديال المشاهده كذا يعني مسائل آه اصبحت نعبر عليها بانها داخله في واحد آه النصب والاحتيال النصب على على عباد الله باش كتقول لهم راه يعني مشاهده وهذه المشاهده كي دايره هذه واش الناس اه تعاملوا مع الاغنيه واش حفظوها وش اه شنو كاين اللي غير دوز شاف غير غير داز قدامه هذاك ذاك الاسم ديال ها سميتو تحسب حتى هو في المشاهده هذا هذا هادشي الشيء خايب بزاف حنا كنا ملي كنصوبوا الاغنيه راه كيسمعوها الناس ما كتشهر لنا الاغنيه حتى كي كيسمعوها عامين وثلاث سنين حتى كيولفوها وكيعرفوا المغزى ديالها والموضوع ديالها لانه كنا كنا نحافظ على الكلام اول شيء هو الكلام الذي لا يخدش الحياء يعني كلام جميل وكانوا عندنا لجان لجان اللي هما شعراء مقتدرين اللي كانوا كيدوزوا النصوص ديال الكلمات ديال الاغنيه تكي كيفليوها وتيقبلوها ومن اللي تتقبل عاد كياخذها الملحين ممنوع عليه ياخذ شي كلام ما مقبولش من طرف الجنة فكياخذ هذاك الملحين وكيعمل فيها شكيل كيعبر على ذاك الكلام اللي عنده وكنبقاو مع ذلك كنبقاو كندرسوا هذيك الاغنيه واحد المده زمنيه كبيره باش كنسمعوها لهذا ولهذا ولهذا والناس اللي كيسمعوها كيمكن يعطيو رايهم تيقولوا اودي يا ريت لو كان كان هذا الطرف في هذا النوع كذا يا ريت تكون كان هذه فهمتيني يعني الملاحظات اللي هي بناءة النقد البناء نحن نعيش واحد المشكلة عشناها وهي انه اللجان اللي, اللي كانوا كي كيقلبوا في هذا الشيء هذا وكي يبحثوا فيه باش كيعطيونا واحد النصوص اللي هي ثقافيه آه لان الاغنيه آه آه الاغنيه والثقافه متساويين لانه كتعطي واحد الكلام اللي هو موزون متقون فيه افكار آه فيه احساس فيه صور جميله فيه يعني تسعد بها المستمع فهمتيني ملي مشاو هاد اللجان تحيدوا ما بقاتش اللجنه ديال الكلمات وما بقاوش اللج... ما بقاتش اللجنه ديال الالحان فهمتيني ما بقاوش هادو اللي, كي... اللي الاغنيه كدوز من... كدوز كان... من واحد الصفايه كبيره شحال من الاغاني اللي هما ترفضوا ترفضوا راه اليوم يقدر يكونوا هما احسن ما كاين في هاد الاغاني اللي كنسمعوا اليوم مع الاسف ضعت هذه الاشياء الناس مسؤولين اللي هما جوا مسؤولين على الفن لا علاقه لهم بالفن ما كيعرفوش الفن ولا علاقه يعني بكل صراحه مما جعل الميدان الفني يتدهور بعد الشيء كاينه قطيعه ما بين الماضي والحاضر بالنسبه للرواد مع هاد الشباب القله القليله من الشباب اه اللي هما اه تعلموا على يد الشيوخ وراهم ممتازين اليوم كاينين ممتازين اصواتهم ممتازه جدا نعطيك مثلا اسماء المنور هاد السيده هادي اليوم من الاصوات الجميله جدا فهي آه تعلمت على يد الشيوخ كانت متواضعه وكانت جالس الرواد وكتستنط الملاحظات حاتم يدر حتى هو داز من على يد على يد الشيوخ يعني, آه يعني شباب يعني وشباب يعني ممتاز جدا 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 آه ما غادي يخسر والو الانسان التواضع مع الاستماع وراه غادي يستفد ما غادي يعطي لها فلوس لا حاجه آه الوصيه ديالي لهم دائما هو انهم يحافظوا على الاغنيه المغربيه وعلى التراث المغربي الاصيل لانه هو اللي كيميزنا عن باقي الدول في الموسيقى ديالنا كما تعلمون انه المغرب تبارك الله عنده الفنون الشعبيه ديالو فيها الوان والوان وفيها ايقاعات يعني اتحدى في هذه المساله بان المغرب من اكثر البلدان من الناحيه ديال الفنون الشعبية اللي كان بها ولذلك كان نقول دائما للشباب يخدم من هذا الشيء عندهم ما يعملوا انهم إذا كانوا هاد المؤسسين اللي اسسوا الاغنية المغربية اشتغلوا وعطوا واحد مثلا واحد خمستاش او عشرين في المية خص هادو اللي جايين واللي حاملين المشعل ديال الاغنية انهم يلتجؤوا دائما للبحث في التراث المغربي الاصيل وهذه هي النصيحه اللي كنصحهم اتمنى ان شاء الله لجميع الفنانين انهم يتواضعوا الشباب خصوصا منهم ويجيوا يسولوا الى ما عرفوش شي حاجه يجيوا يسولوا كما كنا احنا قبل حنا حنا كنا شباب قبل ولكن جينا ولقينا شيوخ ديال الفن اللي صبحنا عليهم مريدين كنتعلموا منه وعلمونا اشياء كثيره بالتواضع لان العلم دائما والطلب ديالو الى ما كانش عامل ديال التواضع وديال حب المعرفه اه يعني وحنيان الراس باش يتعلم الانسان راه استفادة بالنسبة له راه هو اللي غادي يربح لانه هو اللي غادي يتعلم